بس معايا عبر الهاتف سياده السفيره نوى خضر سفيره مصر في السنغال، نطمن منها على الاوضاع وترتيبات سفر المنتخب والجماهير. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرفه ومنوره. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. طمنينا بقى على استعداداتنا ان شاء الله لاستقبال منتخب مصر في هذه المهمه الصعبه الكبيره قدام المنتخب السنغالي قبل خلاص يعني ساعات من سفر البعثه. يعني كل الاجراءات تمام الحمد لله. احنا بقالنا يعني في اسابيع يعني واحنا بنقوم بالاجراءات اللازمه مع اعضاء الاتحاد الكوره، ومتهيألي كله تمام يعني الحمد لله. الفندق، المطار، استقبال المطار تم تنظيمه، والفندق والتأمين وكل الإجراءات يعني، فالحمد لله خير يا رب إن شاء الله بس يوصلوا بالسلامة ويحققوا لنا مباراة يعني إيجابية إن شاء الله. فيما يخص الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، الإجراءات كلها كويسة؟ الأماكن اللي هيقعدوا فيها المنتخب، كل الإجراءات دي حضرتك عاملة حسابك عليها والسفارة المصرية هناك عاملة حساب عليها بشكل كويس؟ طبعا يعني الحمد لله. ما في يعني اصلا وضع كورونا هنا يعني الحمد لله يعني ما هوش متفشي يعني بدرجة مخيفة، الى حد كبير الامور يعني مسيطر عليها، وفيما عدا ذلك كل بقى الاجراءات بنتخذ، المسافات المطلوبة ولبس الماسكات وكل الحاجات دي بيتم اتباعها بدقة يعني، فإن شاء الله يعني ما فيش تخوف من أي حاجة. متوقع وصول عدد جماهير مصرية قد إيه للسنغال في هذه المواجهة يا فندم؟ لا لسه مش عارفين بصراحة، أنا مش عارفة عدد الطيارات لسه اللي هيجي قد إيه، يعني هيبان بقى متهيألي في خلال اليومين اللي جايين دول إن شاء الله. بس عموما يعني إحنا مستعدين وعلى تواصل مع السلطات السنغالية اللي هي يعني حقيقي بيقدموا لنا كل العون وكل التسهيلات اللي احنا بنطلبها واللازمه يعني لاحسن استقبال واسهل واسلس استقبال الجماهير ان شاء الله. الاجواء هناك عامله زي عندنا كده اجواء لعب كوره زي ما بيقولوا ولا اجواء حاره دلوقتي؟ اجواء ايه؟ معلش ما سمعتش. درجات الحراره يا فندم دلوقتي، درجات الحراره دلوقتي شبهنا كده ولا درجات الحراره؟ اتفضلي. لا درجات الحرارة معقولة يعني، لا الجو حلو في العشرينات يعني، فالجو معقول قوي يعني، جو كورة يعني نقدر نلعب عليه مش حر. لا لا مش جو حر يعني، لا الجو حلو يا فندم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.